طيب بالنسبه لاسعار الذهب دلوقتي، انا شايف ان هي يعني نطه جامده قوي. الشباب كلها دلوقتي بتعاني. الشاب دلوقتي جاي الشقه ولا يجيب ذهب ولا يجيب عفش ولا يجيب متطلباته هو، ولا هيعمل ايه بالظبط؟ انت لما نزلت جبت الذهب ما حددوليش، قالوا لي هات ايه، كده كده الذهب دوت بيبقى هديه مني ليها. هو طبعا الذهب ضروري، ومنظر البنت لما يجي حد يتقدم لها حلو وظريف وكل حاجه، بس بتبقى وحشه قوي لما هو يطلب رقم كبير، خصوصا ان هو ما بيراعيش ان المرتبات هي هي، كل حاجه بتغلى، كل حاجه سعرها بيعلى، والمرتبات بتاعت الشباب هي هي. ده موضوع بقى كده بيعقد الزواج، ما بيسرش الامور. على الاقل يعني يبقى في دهب وكل حاجه، بس في مراعاه برضه للظروف بتاعت الناس. يعني لو اجيب شقه مثلا هيدفع فلوس، هيعمل فرح هيدفع فلوس، كل ده هيكلف. مش لازم برضه 50-60 ألف دول يعني هيفيدوها بحاجه ولا هيفيدوها بحاجه، هي بس هي عقد يعني وراثيه. لا ما ينفعش يكون فضة. يعني هو الذهب له قيمة تانية مختلفة خالص، لا يقارن بالفضة. يعني لا، دي حاجة ودي حاجة تانية خالص. أكيد بقى عشان أنا كده أصلا بحب الفضة كده كده. فضة بس شبك الفضة دي أسعارها، وبعدين يعني مش هو طبيعي مش هيرضى من قيمة العروسة. والله يعني أنا لو عندي بنت مش هتبقى دي الحاجة الأساسية. يعني أهم حاجة إن الشخص اللي جاي لي البني ادم، انا مش جاي لتاجر ذهب، لكن الذهب ممكن ماشي يجيب لي ذهب الدنيا ويعيشها في عذاب. لا اسعار الذهب انا جوز كان ب 40 جنيه جرام، النهارده الجرام بقى ب 1000 جنيه.